أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف شخصية مميزة داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا داخل محل بروفيسور فول ومعانا السيد أيمن حمدان. أهلا بك. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد وأهلا بكل الموجودين. أهلا بك، يعطيك العافية. مشكور على حسن استقبال فريق. تسلم يا رب من جوع. أستاذ أيمن، فيك تخبرنا وتخبر السادة المشاهدين كيف كانت بدايتك العملية داخل دولة الإمارات؟ بدايتي كانت من مصر. بعد ما اتخرجت اشتغلت في مجال تدريب صيانة الموبايل ودربت مجموعة كويسة في مصر، وبعد كده طلعت على السعودية، ساهمت في توطين قطاع الاتصالات في السعودية وتدريب يعني مجموعة برضو كويسة من السعوديين، اخواتنا السعوديين هناك، وجيت على الإمارات، وبعد كده أسسنا بروفيسور فون. و ما شاء الله قصة، يعني قصة كبيرة وشيقة، بس ده هيخليني برضو أرجع أسألك في حاجة. هل أنت دارس، يعني أنت دارس ده من مصر؟ أنت خريج جامعة إيه؟ درست إيه؟ بكالوريوس حاسبات ومعلومات من مصر. أوكي. وكنت كنت اشتغل فني صيانة أيام ما كنت بدرس، وبعد ما اتخرجت اشتغلت في مجال التدريب، تدريب صيانة الموبايل، والحمد لله يعني التوفيق من ربنا. شكل عندك خبرة كبيرة في الحمد لله دي، بفضل ربنا. شكل سنك صغير فما شاء الله. الحمد لله بدأها صغير شوية. بدأها من بدري. الحمد لله. إن شاء الله لكم التوفيق سيد أيمن. آمين. طيب سيد أيمن، أنتوا هنا كمحل بروفيسور، إيه الخدمات اللي أنتوا بتقدموها في المحل؟ كلاينت لو جالكوا عندكم موبايلات جديدة مستعملة، كفرات، يعني خبرنا أكتر عن إيه المحل بيقدم إيه؟ عندنا أجهزة جديدة ومستعملة، عندنا كمبيوتر، لابتوب، اكسسوارز، صيانة موبايل، وهي دي اللي بتميزنا طبعا، لأن عندنا خدمة صيانة الأعطال الخفيفة عند العميل نفسه، والأعطال الكبيرة عندنا ورشة صيانة مجهزة بأحدث الأجهزة، وجميع الأعطال الحمد لله بفضل ربنا بتكون خلصانة. يعني أي حد عنده مشكلة في أي جهاز هنلاقي له حل. انتوا شغالين إن شاء الله كل ماركات؟ جميع الماركات من أول النوكيا لحد الآيفونات. ما شاء الله. طيب وبعدين انا كمان شفتك مش غافل كمان موضوع اللي انتوا شغالين في البي سي وفي الكمبيوتر، يعني ايه الهدف منه ان انتوا لانجين موبايل مع بي سي؟ الهدف في الفترة الأخيرة لما دخل التعليم عن بعد ابتدى يطلب مننا كمبيوتر ولابتوب وتابلت، فدخلنا قسم اللابتوب والتابلت بحيث ان احنا نواكب التطورات الموجودة ونساعد في رضا العميل. لكم التوفيق. طيب وبالنسبة بقى للموبايلات، انتوا بتبيعوا اجهزة جديدة ومستعملة وجميع البراندات زي ما حضرتك خبرتني، والكفرات هل انتوا بتستوردوها ولا بتجيبوها هنا من محل؟ بنجيبها هنا من المستوردين من دبي، وفي اوقات لما في حاجات ما بنحصلهاش بنضطر نعمل لها اوردر من الصين بنجيبها، مفيش مشكلة. والاجهزة جديدة ومستعملة؟ اجهزة جديدة ومستعملة. جميع الاجهزة انتوا بتستوردوها؟ جميع الاجهزة. لكم التوفيق سيد أيمن. آمين. طيب انت اللي بقى ايه، يعني حضرتك قلت لي الصيانه بتميزك، ايه برضو الاشياء اللي بتميزك غير الصيانه؟ هل قطع الغيار انت متميز بيها كلها بتستوردها متخصص؟ جميع قطع الغيار بنقدر نوفرها للعميل، حتى لو قطع الغيار مش موجوده بنحاول نوفرها للعميل بان احنا نجيب جهاز جديد وناخد منه قطعه الغيار وبعد كده نحطه كقطع غيار عندنا، بحيث ان كل قطع الغيار تكون متوفره للعميل بعد كده كأصلية، قطع غيار كأصلية وفي نفس الوقت مضمون. لكم التوفيق سيد أيمن. آمين. إن شاء الله. طيب سيد أيمن، خبرني برضو خبر السادة المشاهدين أكتر، أنتوا إيه اللي أنت شايفه قدام ممكن تعمله؟ إيه خططكم المستقبلية؟ بتحلم بإيه؟ والله في الفترة المستقبلية إن شاء الله بنحلم إن احنا نفتح مركز تدريب لصيانة الموبايل داخل دولة الإمارات، ويكون الأول من نوعه بإذن الله تعالى. وباذن الله يكون صرح كبير باذن الله. انت شكلك حابب الموضوع التدريب ده، لانك حتى قبل الحلقه خبرتني ان انت كنت بتعمل فيديوهات على اليوتيوب بتعلم الناس. انت فيك هوايه او موهبه اللي الناس كلها تتعلم منك وتعرف انت بتشتغل ازاي الصيام؟ ما عندكش حاجه اسمها سر؟ لا مفيش سر، مفيش حاجه اسمها سر، اللي عاوز يتعلم حاجه بيتعلم. وانت بتعلم؟ وانا الحمد لله. بس في ناس تانية تقول لك لا ده الصيانة ده بحر ده قبل. مجال الصيانة سهل جدا، بس للي حابب ان هو يتعلمه. هو كصعب في البداية، اي حد في بداية حياته تمام، حتى البيبي لما بيطلع بيبتدي يمشي بعد كده بيقع، يبتدي يمشي تاني وبعد كده بيقع، وبتدي يمشي عادي طبيعي، فكل الاسيات الحياة بتمشي بنفس النمط.
حتى صيانه الموبايل. صيانه الموبايل بتبتدي برضه في البدايه اعطال خفيفه، بتبتدي مثلا يغلط، بعد كده بيبتدي يمشي، بعد كده بيبتدي ان هو بعد كده بيبقى تعود بالنسبه له، والامور بتبقى طبيعيه جدا، وبيلاقي صيانه الموبايل كانه بيهزر مع واحد صاحبه. ما شاء الله، لكم التوفيق سيد ايمن، بجد انت نموذج يحتذى به ونموذج محترم جدا، ويا ريت كل الناس تمشي على خطى استاذ ايمن ان هي تعلم. تسلم يا رب، لان خيركم من عرف العلم وعلمه. طيب سيد ايمن، في نهايه لقائي اكيد قصه كفاح ونجاح وخبرات وذكاء وما شاء الله موهبه كبيره زي اللي عندك دي، اكيد كان في وراك شركاء وناس داعمين ليك في النجاح. اكيد طبعا، في والدي الله يرحمه. الله يرحمه، هو اللي ساعدني ان انا اوصل لتعليم، ان انا ادرس صيانه الموبايل، وان انا اتعلم صيانه الموبايل، وان انا اعلم صيانه الموبايل. وبعد كده بقى والدتي وزوجتي واخواتي والاستاف اللي معايا، الحمد لله بفضل ربنا بننقيه كويس بحيث ان هو يقدر ان هو يساعدنا على النجاح ان شاء الله. واحنا كبرنامج رواد النجاح بنشكر كل شخص كان داعم ليك طول فتره حياتك العمليه والمهنيه داخل دوله الامارات، واكيد برضه مش هنقدر نغفل دور دوله الامارات علينا في التسهيلات. شيوخنا الله يحفظهم ما بيقصروا معانا من انشاءات، من رخص، من امن وامان داخل الدوله. فشو بيعني لك هذا؟ والله داخل دوله الامارات احنا حسينا ان احنا مش متغربين، حسينا ان هي مكاننا. غير كده لما جينا نفتح المكان ده لقيناهم بيساعدونا بكل كل الامدادات، ادونا الرخصه سنتين. بعد كده في تسهيلات كتيره بتحصل، وحتى في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي في مساعدات كتيره وفي تسهيلات كتيره كمستثمرين داخل دوله الامارات، ودوله الامارات بالنسبه لنا هي وطن تاني ان شاء الله. تظل دولة الإمارات فخر وعطاء ودولة كبيرة بتلم كل الناس، وطبعا كل ده بمجهودات وبفضل الشيوخنا الله يحفظهم. شيوخنا طبعا هم أساس الدولة، وهم عمود الفقري للدولة، وهم أساسنا كلنا، هم اللي بيدونا الطاقة الإيجابية لكل ده. طبعا في نهاية حلقتنا سيد أيمن، أنا اتشرفت بحضرتك جدا واتشرفت بهذه الحلقة المميزة، متشكرين على حسن حضورك وعلى هذا اللقاء الطيب. تسلم يا رب لنزوقك. أعزائي المشاهدين، كنا اليوم داخل محل بروفيسور فون لتجارة الهواتف المتحركة والصيانة، وكان معنا السيد أيمن حمدان. وإلى اللقاء أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. دمتم في أمان الله.